أكدت الحكومة أن المبادرة الدولية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه تستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالمياه والمناخ على الدول النامية التي تعد الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. وخلال كلمة مصر باجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أهمية إتاحة التمويلات لمشروعات التكيف في قطاع المياه، والتي تعد محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول. أعلنت وزارة العمل أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق ما يقرب من 222 مليون و200 ألف جنيه منذ تأسيسه بهدف تعزيز منظومة التدريب المهني في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل محمد جبران، الذي ناقش الأوضاع المالية للصندوق واستخدامات أمواله خلال السنة المالية الحالية. وفي أسواق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4 مليارات و300 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.993 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 70% ليغلق عند مستوى 29,195 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 69% ليغلق عند مستوى 6,680 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 79% ليغلق عند مستوى 9,603 نقاط. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع خلال التعاملات مدفوعة بصدور مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية. وزاد المؤشر القطري بنسبة 2%، كما ارتفع مؤشر دبي 9%، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي 0.5% لينهي سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات. كما هبط المؤشر السعودي بنسبة 6%، مواصلا خسائره في الجلسة السابقة.